وسهلا، اليوم سننتقي مع ميسي. السلام عليكم ميسي. وعليكم السلام. انا عائشة. وانا نور. كيف الحال؟ الحمد لله. ما اسمك الكامل؟ انا اسمي ليونيل دييغو بويول انيستا جاوي كاستيلو فيا ميسي. انت من اين؟ انا من الارجنتين. وانا أين تلعبون كرة القدم؟ في الأرجنتين. هل تلعب رياضة؟ نعم أنا عاشق الرياضة. ما هي رياضتك المفضلة؟ كرة القدم، لكن هذا متعب. أنا أحب الملاكمة. أم أي رياضة تمارس؟ أنا أمارس كاراتيه، السباحة، الرقص. أم الرقص؟ نعم أنا أستطيع أن أرقص جيدا. أنا لا أقول ذلك. أرقص أنا لا أستطيع. موسيقى. أنا أحب تنس لكن أنا أمارس نادرا. أنا أحب تنس الريشة. ميسي، ماذا تفعل في وقت الفراغ؟ في وقت الفراغ أنا أحب التسبح، الغناء، وممتع جدا. لا الاتنا في الحديقة. وأنا أحب صيد الأسماك. هل تحب الطبخ؟ أنا عاشق الطبخ. وأنا أيضاً. أنا أكره الطبخ. أنا أستطيع أن أطبخ جيداً. تفضلي. لذيذ. شكرا.